معنا اتصال مع الشيخ محمد بن علي الحمد الداعية الإسلامي المعروف. تفضل يا شيخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير شيخنا. جزاك الله بالخير. شكر الله لكم ونفع الله جل وعلا بكم. بارك الله. أقول سمحت الشيخ حفظك الله، ابتلينا الحقيقة في هذا الزمن في هذه الفتنة الحقيقة بسبب ابتعاد الناس أو فئام من الناس عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في التشتت الاجتماعي، هذا يظهر في بعض المجتمعات ما بين الحقيقة شيخنا الكريم تخلي الأباء عن المسؤوليات وما بين عقوق الأبناء، فنجد الحقيقة أن الأباء أو أن بعضا من الأباء قد تخلوا عن مسؤولياتهم الشرعية التي أوكلهم الله جل وعلا بها في الحفاظ على الأولاد ورعايتهم وصيانتهم مما يدنسهم سواء بالأخلاق أو الأفكار أيا كانت توجهاتها. وفي المقابلة أحسن الله إليك نرى أيضا فئة من الأبناء الحقيقة وصلوا إلى درجة من العقوق لم تعرف فيما سبق، عقوق للآباء وعقوق للأمهات. فنأمل من أحدكم جزاك الله خير التوجيه حول هذا الموضوع، لأنني الحقيقة أرى أنه من الأمور التي ينبغي على يعني العلماء والدعاة وطالبة العلم والخطبة أن ينبهوا إليها، لا سيما أن مسألة الحقيقة الحفاظ على الأسرة مما جاءت بها الشريعة الإسلامية. جزاك الله خير. الله جل وعلا لكم التوفيق والسداد شيخنا وحسيبكم على ما تقدمون. شكرا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، بارك الله فيك. نعم، الأمور مربوطة بأسبابها، الصلاح له أسباب والفساد له أسباب، والبر بالوالدين له أسباب، والعقوق بالوالدين له أسباب. فالواجب على المسلم أن يفعل الأسباب النافعة لصلاح أولاده. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقل رب ارحمهما إن كما ربياني صغيرا. إذا كبر الوالدان واحتاج إلى الخدمة فإن الولد يبر بهما ويخدمهما ويوفر لهما ما يحتاجان إليه، وذلك لقوله: ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كما ربياني، فدل على أنه لا بد أن يربي الوالدان الأولاد على الخير وعلى الصلاح والاستقامة حتى يبر به حتى يبر بهما عند الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الآباء بالأبناء من الصغر، فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ومعلوم أن التربية على الصلاة أنها سبب للصلاح، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ومن لازم الصلاة أن يعلمهم الوضوء والطهارة وستر العورة وشروط الصلاة المطلوبة، فهذه تربية من الصغر، فهو يؤمر بها في سن التمييز مجرد أمر، وإذا بلغ العشر فإنه مع الأمر إذا تكاسل فإنه يضربه، واضربوهم عليها لعشر. وأيضا يراقب الأولاد في مضاجعهم فيفرق بينهم في المضاجع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك إبعاد لهم عن فساد الأخلاق. فهذا دليل على العناية بالأولاد، وبالتالي هو دليل على تربية الأولاد على عدم الاختلاط بين الرجال والنساء مما يثير الفتنة،
ويثير الشهوة، فهذه تربية عظيمة ينشأ عليها الأولاد، وهذه أسباب لصلاح الأولاد. أما أن يهمل الأولاد حتى يكبروا كما هو الواقع الآن من كثير من الناس، فإنه لا يعرف أولاده، لا يعرف الوالد أولاده إلا إذا كبر وأراد منهما النفع وأراد منهما البر، فحينئذ يندم على ما فرط في تربيتهم، حين لا ينفع التفريط. ولو أراد أن يربيهم بعد ما يكبروا لم يستطع، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب، فات الأوان. فلا بد أن يبكر الوالد مع أولاده بالتربية الحسنة على العبادة، على الأخلاق، ويعلمهم عقيدة التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. وهذا لا شك أن هذا يتعبه ويشق عليه، لكن لا بد من الصبر على هذا، لا بد من الصبر على هذا. ولهذا استحق الوالد من البر والإحسان ما يعجز الولد عنه، وإنما يؤدي بعضا مما يستطيع منه، وذلك لأن الوالد بذل مع ولده في حال الصغر ما بذل. كثير من الوالدين لا يهمه من شأن أولاده إلا أن يوفر لهما الطعام والشراب والكسوة والسيارة وأمور الدنيا وأمور البدن، لكن لا يهتم بتربية القلوب، تربية الأعمال، وهذا هو الأصل وهذا هو المهم. أما تربية الأبدان فهذه قد تضر، وأما تربية القلوب فهذه هي التي تنفع، فعلى الوالدين أن يتنبهوا لذلك. ولذلك كثر في زماننا هذا العقوق، وكثر في زماننا هذا الاعتداء من الأولاد على آبائهم، حتى قد يصل الأمر إلى القتل، إلى أن يقتل الولد والده، لأنه لم يربه على البر وعلى الخير وعلى الإحسان، فأصبح كأنه أجنبي منه، لا يعرفه أبدا من ناحية دينه ومن ناحية أخلاقه ومن ناحية تربيته على الخير، أهمله وضيعه، وإنما هو مشغول بدنياه وبتربية أمواله ومتابعة المكاسب، ولا يعرف، حتى لا يعرف بيته إلا عند المأوى وعند المبيت، ولا يدري ما حصل فيه، مع أن بيته رعية هو مسؤول عنها، وصاحب البيت راع ومسؤول عن رعيته. فالواجب على الوالدين أن ينتبها لهذا الأمر، والواجب على الأولاد أن يعرفوا قدر الآباء وواجب البر بحقهما. على كل من الوالد والولد أن يعرف واجبه وأن يبرئ ذمته نحو الآخر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء فضيلة الشيخ صالح الفوزان على هذه الكلمات وهذه التوجيهات، وأرجو أن تجد آذانا صاغية وقلوبا شاهدة. وشكرا للشيخ محمد العلي على هذا السؤال.